السلام عليكم. سمعنا مؤخرا بان هناك انضمام المغرب للدول السي دي او، شنو غنستافدوا منه؟ شنو غتستافد الدوله؟ شنو غيستافد المواطن؟ وشنو غتستافد الشركات الا دخلنا في اندماج اقتصادي مع الدول السي دي او؟ وشكون هما الدول السي دي او؟ غنبداو المرحله الاولى غنشرحوا معني اندماج اقتصادي جهوي على العموم، وغندوزو في السوق اندماج ديال المغرب مع السي دي او. اول حاجه الاندماج الاقتصادي الجوي كينقسم لاربعه المراحل. المرحله الاولى تكوين منطقه التبادل الحر، يعني الدول اللي في قلب اي اندماج اقتصادي في واحد الجهه بيناتهم غيولي التبادل التجاري بلا ما نخلصوا العشر، بلا ما نخلصوا الديوانه بيناتنا. دونك السلعه يمكن لا تمشي يمكن لا تجي بكل حريه. المرحله الثانيه وحده الرسوم الجمركيه، هاد الدول بيناتهم بالاضافه بيناتهم ما يخلصوش الديوانه والعشر، غيكونوا على المنطقة كلها اللي مكونين ديوانة موحدة على الدول الخارجية. المرحلة الثالثة سوق موحد، وين كنتكلموا على سوق موحد هناك حرية انتقال الأشخاص بالإضافة لحرية انتقال السلع، ثم حرية انتقال الرسامي الكابيتال والاستثمارات، يعني الاستثمار يمكن يمشي من منطقة أخرى. وأخيرا اتحاد اقتصادي ومالي، كيمكن لهم هذوك الدول بيناتهم يديروا واحد السياسة موحدة اقتصادية، بل يمكن لهم يوصلوا للنقد وفلوس موحدة بيناتهم، يوصلوا للباسبورات موحدة بيناتهم بحال اللي كاين في الاتحاد الأوروبي. ألوغ تجمعات واحد الدول اللي سميتها سي دي او، هاد الدول ديال سي دي او ديال الغرب ديال إفريقيا، كتكون من البنان، بوركينا فاسو، السنغال، غانا، الكاب فير، طوغو، سيراليون، نيجيريا، النيجر، كوت ديفوار، غيني بيساو، غيني وغامبيا. هاد الدول هادو مجموعين بعضياتهم كيكونوا تقريبا 700 مليار دولار ديال الناتج الداخلي الخام، وكيتكونوا هما تقريبا من 350 مليون ديال السكان، وحوالي النمو الاقتصادي يعني بشكل كيتزادوا من عام لعام تقريبا 6%. المغرب شنو غيزيد لهم الا اندمج كيندمج معاهم؟ شنو غيزيد لهم؟ 120 مليار دولار تقريبا الناتج الداخلي الخام ديالو في السنة، وتقريبا 34 مليون تسكن، وتقريبا نفس نسبة النمو الاقتصادي. فقلنا طرحنا السؤال في الأول، شنو غيستافد المواطن من هذه العملية؟ نمشيو لهنايا، من المستفيد من الاندماج الاقتصادي الجوي؟ نبداو بالمستهلك. ملي غتحيد الديوانة شنو معنيتها؟ السلعة غتدخل بثمن رخيص، يعني انخفاض ثمن الواردات. إذا انخفاض الواردات غيتحسن القدره الشرائيه للمواطن، ثم غيستافد من تنوع العرضات ولا السلعه مختلفه عنده في البلاد. شنو غتستافد دابا الدوله من هذا الاندماج الاقتصادي اللي تكلمنا عليه؟ اول حاجه مصاريف الاستيراد غتنقص، ياك، ولان باقا كتبقى واحد الضريبه اللي سميتها الضريبه على القيمه المضافه، لا تي في، غتبقى. دونك شنو غيوقع؟ غيرتفع كميه الواردات اللي غيستافدوا مصاريف الاستيراد، الثمن غينقص، وبالتالي يمكن ان نجيبو ونبيعو دغيا، ويمكن ان نجيبو كميه كبيره، وبالتالي الدوله غتبقى تاخذ داك الطيفيه، غتبقى تاخذها على داك الكميه الكبيره، وبالتالي غترتفع عليها عائده الضريبه ديال العشور اللي كنتكلموا عليها العشور. اذا الدوله العجز الميزانيه ديالها غيزيد يقلل. شنو هو العجز الميزانيه؟ هو الفرق ما بين المصاريف ديالها والمداخل ديالها. حنا كل ما كانت المصاريف كبيره والمداخل قليله، كل ما العجز كان كبير. اذا باش غنقصوا من هذا العجز، خاص المداخل الضريبيه ترتفع، وحنا الطريقه دابا اقترحنا باش ترتفع المداخل الضريبيه. نشوفوا دابا المقاول لونتربريز علاش كتستافد. تخيلوا هذه واحد المقاوله، الى انخفضت الواردات ديالها، الثمن ديال الواردات، غتستافد بطبيعه الحال، وهذا الانفتاح على هذه الدول غتجعلها ارتفاع كميه المبيعات. دونك غتستافد على وجهتين، الوجهه الاولى الاثمنة غتنخفض، والوجهه الثانيه الكميه ديال المبيعات غترتفع. اذا القيمه المضافه اللي كتخلقها قبل المقاوله غترتفع. شنو هي القيمه المضافه؟ لا فالور اجوتي، هي الفرق ما بين الثمن باش بعنا وباش تقنت علينا. اذا عادي غنشريو الثمن رخيص غنبيعو بزاف، اذا ارتفاع القيمه المضافه غتكون كبيره. هذا بطبيعه الحال ملي كنقولوا الشركات كلها غترتفع على القيمه المضافه، صافي كنتكلموا على ارتفاع الناتج الداخلي الخام لو بي بي. هذا الداخلي الخام راه هو ارتفاع القيمه المضافه. فهذا الشيء غينعكسنا على جوج الحويجات، اول حاجه ارتفاع الاستثمارات، منين غيولي عندنا الناتج الداخلي الخام ارتفع الاستثمارات، الشركات يزيدوا يستثمروا، وغيرتفع عندنا
تشغيل. اذا جينيرالمون كلشي مستفد من هذه العمليه التبادل. المغرب شنو غيفيد هذه الدول الا ندمج معاهم؟ بطبيعه الحال كما قلنا قبيله، لا المغرب ولا الدول تستافدوا، غيستافدوا على مستوى المستهلك وعلى مستوى الدوله وعلى مستوى المقاول، الا ان المغرب باقي كيضيف لنا حويجات اخرين. فالقرب ديالو من اوروبا جعلت منه بوابه غتخلي الدول هادو تستافدوا، كي لاكسي فاسيل، الوصول فاسيل الى الدول اوروبا من خلال المغرب. ثم حاجه اخرى، بطبيعه الحال دار واحد البرنامج اكستراوردينير رائع ما بين المغرب ونيجيريا، غيدوز واحد الجعبه ديال الغاز اللي كنسميوها الغازودوك، غتجي من نيجيريا وغدوز على كاع هاد الدول وغدوز للمغرب وتمشي لاوروبا. دونك خير الله غيتفرق على طول الموند، طول الموند فون بروفيتي. دونك ما يمكننا نقولوا الا ان اندماج المغرب للتداول ما هو الا مفيد لهاد الدول ومفيد للمغرب ايضا. شكرا.